يعتبر معمل أكياس سدة الهندية بمحافظة بابل متكامل بكل المقاييس، بنى تحتية ومكائن حديثة ذات مواصفات عالية ومنشأ أوروبي، وطاقة إنتاجية تسد حاجة البلد من الأكياس البلاستيكية بمختلف القياسات والاستخدامات والأحجام، وكوادر شبابية متدربة. وفجأة قررت الشركة العامة للصناعات النسيجية والجلود إحالة المعمل إلى الاستثمار. العاملون هناك نظموا احتجاجا على إحالة المعمل لقطاع الاستثمار، مؤكدين أنهم مستمر في العمل بشكل جيد ومطالبين الدولة بدعم المنتج الوطني. معملنا يتميز بالكوادر الهندسية والفنية والمهارة العاملة اللي عندنا. كان عندنا عدة عقود مشاركة مع كافة وزارات الدولة اللي هي الدفاع والداخلية والتجارة والزراعة. بس احنا هذه عقودنا محدوده، يكون انه اصراف الدوله الى عدم دعم المنتج الوطني. تفاجئنا بالاخير بانه الوزاره والشركه قاموا بتحويل هذا المعمل الى الاستثمار. مشكلتنا انه معملنا معدن حديث ومتطور وبمكان طبعا حديثه من منشا عالميه نمساويه، وطبعا احنا من ضمن الكادر اللي احنا تدربنا بالنمسا حصرا عليه. يعني طبعا بالنسبه للمعمل لا تنطبق عليه شروط عقود المشاركه والاستثمار، لانه الحمد لله هو معمل شغال وبطاقات انتاجيه عاليه وحديثه، والحمد لله يعني الكادر مثل ما تشوف الحمد لله ده يعمل بطاقات وبكفاءات عاليه. المحتجون طالبوا باقاله المدير العام والغاء عقد الشراكه مع الجهه المستثمره ومهددين بالتصعيد. طالب منتسبين معمل أكياس السدة، أولا إقالة مدير عام، ثانيا إلغاء دمج شركة الفرات العامة ويا النسيجية، ثالثا إلغاء عقد الشراكة ويا الشركة المستثمرة، لأنه إحنا مصنع حديث 2016 كامل متكامل، خطوط إنتاجية حديثة، هذا راح يؤدي إلى توقف العمل بالمعمل، ثانيا اندثار المكائن، ثالثا احنا ما نعرف العقد، يعني احنا رواتبنا الموظفين رواتب المنتسبين ما مذكوره بالعقد نهائيا، احنا ما نعرف شنو مصيرنا، احنا 400 منتسب، العقد يتوقع بدون علم حتى اداره المعمل. استغلوا الظروف التي يمر بها بلدنا العزيز وقاموا باستثمار المعمل، فاحنا نقدم شكوى على المدير عام النسيجيه والدائره القانونيه، ايضا مدير القانونيه ومدير الجلديه النسيجيه والجلود ووزير الصناعه، وفي حاله عدم الاستجابه لمطالبنا راح تكون الاجراءات المقبله اشد واقوى. موظفو ومنتسبو المعمل اكدوا أن الفساد وراء إحالة المعمل الذي تأسس عام 2016 إلى الاستثمار، مشيرين إلى إنفاق الدولة مبالغ طائلة لتجهيزه، وهو ليس بحاجة إلا لدعم الدولة من خلال منع الاستيراد وتحويل عقود الدولة للمصانع المحلية، والمعمل قادر على سد حاجة العراق من المنتج. وشهد القطاع الصناعي تراجعا تدريجيا وشبه كلي بعد عام 2003 نتيجة لعوامل عدة، كان أبرزها عدم الاستقرار الأمني للبلاد وانهيار منظومة الكهرباء وتفشي الفساد المالي والإداري. من فراغ بجي عن خبرات أكثر من 40 سنة صارت تشتغل هذا.